بتطلع تقول على مسلمات تاريخيه انت عارفها كويس وانا عارفها كويس واس بي يطلع يقول لك ده ما حصلش وده حصل وبدون كمان اي اثبات. ولذلك كل حاجه هنقولها في المحاضره النهارده ذات اثبات. ادراكا لاهميه الحضاره المصريه القديمه التي اذهلت العالم اجمع بكافه عصورها وحقبها التاريخيه المختلفه، وفي خطوة لتعريف الجمهور وخاصة من فئة الشباب بهذه المعلومات التاريخية الهامة ليفخروا بما صنعوه الأجداد، جاءت هذه الندوة التي أقامها المؤرخ الدكتور بسام الشماع بالقرية الفرعونية تحت عنوان عبقرية المصر القديم. الحقيقة أول رسالة بوجهها لزملائي المحاضرين أن احنا لا نكل ولا نمل في تثقيف وتعليم الشعب المصري تطوعا ومجانا، لأن نحن ما أحوجنا وخصوصا في خلال الفترة اللي احنا فيها ديت وعملية الهجوم الخطير اللي بيحصل ضد شخصيات تاريخية بعينها، فما أحوجنا للتاريخ الصحيح. مرة تانية التاريخ الصحيح، وده اللي احنا هنقوله النهاردة. نمرة واحد. نمرة اتنين، عبقرية المصر القديمة كما تقدم حضرتك هي عبارة عن الاختراعات والابتكارات والمفاجآت التاريخية. ادي الثلاث محاور بتوعنا النهاردة. حرص على حضور الندوة الكثير من الجمهور الشغوف والمهتم بتاريخ وحضارات بلاده العظيمة، والذي كان من بينهم الطفل مروان الذي يبلغ من العمر 9 سنوات تقريبا ويعلم الكثير عن العصور التاريخية المختلفة، ليقدمها الدكتور بسام الشماع كمؤرخ صغير. أنا بعرف تاريخ بلدي، بستخلص منه العبر وتعرف على سر العظماء. أعرف أن توسع عنخ إيمن حكم وهو عنده 9 سنين ومات وهو عنده 19 سنة، والملك أحمس حكم وهو عنده 10 سنين. الندوة تناولت الكثير من المحاور كتاريخ مصر ما قبل عهد الأسرات والاختراعات الفرعونية، كما تناولت الشخصيات العبقرية والأفكار الخاطئة المتكررة عن التاريخ، بالإضافة إلى شرح وافي عن المعابد والمسلات وكيف وضع المصر القديم القوانين وحساب المثلثات وعلم الفلك ووضع المرأة قديما. عاصم الشندويلي، صباح البلد.